كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. وصراحة يعني مباشرة يعني ما يعني ما تمنى شفنا داك الشريط الفيديو كيتداول في الصفحات الإلكترونية ويعني مجموعة من المدونين، يعني صراحة يؤلم كثيرا داك الشريط الفيديو، خصوصا عندما تشاهد يعني فتاة يعني محاطة أكثر من 5 ديال العناصر ديال الأمن ديال الجمارك، وواحد الشخص في وضعية إعاقة في وضعية صعبة ملقى على الأرض. وبالتالي يعني داك الشريط الفيديو دائما كنقول أننا لا يمكن أن نعطي أحكام مسبقة، لأن أشرطة الفيديو في بعض الأحيان كتكون يعني كل واحد كيبغي ينزل داك شريط الفيديو كيخدم من الموقع ديالو الخاص. وبالتالي حنا ما لا يمكننا ان نعطي احكام مسبقه عن واقعه يعني يغيب عنها مجموعه ديال الدلائل ومجموعه ديال المعطيات. بالفعل بان يعني المصادر اللي تكلمنا معاهم اللي تحدثنا معاهم اكدوا لنا بان الفتاه تعرضت يعني انا تعرضت لاسقاط الجنين، وبعد وكل يعني كل واحد شنو كيقول، كاين اللي كيقول انها كانت حامله 6 شهور، كاين اللي كيقول انها كانت حامله 4 شهور 3 شهور، وبالتالي حنا ما نقدروش نحدوا. بالفعل هذا يعني تم التناول ديالو من جانب الاعلام الاسباني، ان الزوج تلك الشابه اللي بانت في داك الشريط الفيديو انه يعمل لدى الامن الاسباني. بالنسبه للشابه هي الان تحت الحراسه النظريه في المستشفى الاقليمي ديال ثانيه درمل بتطوان. بالنسبه للاطوار اولا الاجراءات اولا المساطر القانونيه اللي اتخذت بالنسبه للمحاكمه، يعني هناك تحكم واحد يعني واحد تكتم، وكاين واحد الاخفاء، يعني ما عارفينش لحد الساعه يعني الاطوار ديال هذا الملف هذا فين وصلت، وخصوصا يعني حاولنا مجموعه ديال الاخوه مجموعه من الفعاليات انهم يتواصلوا مع الاسره ديال المعنيه بالامر، ولكن يعني كان كيصعب على الأسرة أنها تعطي أي تصريح ولا تعطي شي تحكي الواقعية. هذه الواقعة ليست بواقعة سهلة، وخصوصا يعني الحيثية الموضوع اللي حكيناه، وهناك يعني كاين واحد التأثر نفسي. الموقف ديالنا هو خاص يتفتح تحقيق أولا، تحقيق في من سرب ذلك الشريط الفيديو، خاص يتفتح تحقيق يعني التصريب ديال داك الشريط الفيديو في هاد الظرفيه هادي بالضبط، ياك واخلاء السبيل ديال تلك الشابه، لان ما نشوفوش يعني مقامات به، لان كانت دفاعا عن النفس ديالها، دفاعا عن الاب ديالها اللي هو يعني في وضعيه صعبه كان ملقى على الارض. وبالتالي لا يمكننا مثلا ان نحكم عنها بمجرد رده فعل، يعني خاص ان جميع الجمعيات المناصره والمدافعه عن المراه بمؤازره تلك الشابه من اجل اخلاء السبيل ديالها، من اجل ان تكون حتى الظروف القانونيه والمسطره القانونيه يعني تكون ظروف شفافه ويعني متابعه وتحتكم لقانون صحيح. صارت الفيديو مجرد ما تنشر يعني في الصفحات، هناك مؤيد هناك معارض هناك يعني كتبقى حريه، خصوصا يعني في الفضاء الازرق، يعني كل يرى الشريطه من موقعه، لان كاين داك الاسقاط الذاتي على الشريط. هناك من يقول ان لا يمكن ان تقوم بذلك التصرف، هناك من يدافع عنها، هناك مجموعه تضارب الاراء، حتى بين مجموعه من الاعلاميين هناك يعني تضارب الاراء، كل يرى الشريطه من موقعه. الرساله الوحيده هو خاص على السلطات انها تتعامل وتحترم المواطنين الذين يمرون
يمرون يوميا بمعبر ديال باب سبتة، لأن هناك مجموعة من الشكايات وهناك انتهاكات ديال حقوق الإنسان، وهذا يعني كيبان بأن يعني حتى الحالات ديال الوفيات اللي كانوا وقعوا في المعبر يعني راه اكثر من 6 ديال الحالات ديال الوفيات، وبالتالي يعني نحن لا نريد ان يعني ان تتكرر حالات وفاة اخرى بذلك المعبر، يعني خصوصا لان منطقه الاقليم ضيق في النضاق، انك تعرف واحد ازمه اقتصاديه، واحد الركود اقتصادي، وبالتالي يعني ما نزيدوش نأزموا الأوضاع. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.